مرحبا جميعا، يعطيكم العافية. اليوم فيديو جديد من سلسلة أبسطها لك في دقيقة هندسية. اليوم راح نحكي عن موضوع كتير مهم، موضوع الكل بيتعرض له، هو انه ايش مراحل التصميم المر فيها البروجكت from A to Z، من لما يبلش البروجكت لحد ما يتم تسليم هذا البروجكت بمراحله كلها، سواء الابيض منها او الاسود، المنيح منها او العاطل، الخوازيق اللي بتاكلها وانت قاعد تشتغل، سواء كنت كلاينت او كنت مهندس او كنت حدا وسيط بهذا البروجكت. خلينا نشوف ايش اللي بصير معنا في البروجكت. مرحبا جميعا، انا جاسم مصطفى، مهندس معماري، بشتغل في مجال التصميم والاستشارات الهندسيه. اليوم بدنا نحكي عن موضوع التصميم، كيف يمشي البروجكت from A to Z. سواء للاستراكشر والام اي بي، وافق الكلاينت بريليمينري ديزاين، بنتقل بعدها لمرحله الديتيل ديزاين. في مرحله الديتيل ديزاين يتم تفصيل المشروع بشكل كامل متكامل بوضع جميع التفاصيل، كل شيء يحتاج الى تفصيل او لمعلومات اكثر يتم اضافتها على المشروع. في هاي المرحله يتم تسليمها للكلاينت. في هاي المرحله ممكن نضيف عليها في نهايتها البروجكت سبيسيفيكيشنز والتندر دوكيومنتس تبع البروجكت، ويتم تسليمها ايضا للكلاينت. بارلل مع هاي المرحلة ممكن برضو انك انت تكون خلصت دي سي 1 او الموافقات المبدئية، تروح للموافقات النهائية او ايش احنا بنسميه دي سي 2، اللي هي عبارة عن تصميم الخدمات للبروجكت. خلصت مرحلة الديتيل ديزاين، خلصت الدي سي 2، خلصت الموافقات النهائية للبروجكت تبعك مثلا، ورخصة البدء في انشاء المشروع والاخرة ورخصة انشاء المشروع، ممكن يتم طلب اشي اسمه بوست بروجرام، او يتم طلب شيء اسمه كونستراكشن بروجرام اذا كان مطلوب فانت بدك تعمل هذا البروجرام. في النهايه اذا كان مطلوب عندك بانل 3 دي ريندرينجز او انيميشنز، فانت برضو بدك تعملهم وتسلمهم للكلاينت تبعك وتنتقل لمرحله البروجكت كلوزنج، وتكون تخلص مشروعك فروم اي تو زي. بالتوفيق للجميع، اكيد راح تكون اكل خوازيق كتير في هذه المراحل. شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه.